بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زي ما اتفقنا المحاضره الاخيره اللي ممكن يبقى فيها ريفيجن على الجزء الاولاني بتاع البارشال ديفرنشال ايكويشن. وعايزين بقى ايه، يعني انا عارف ان انتوا عندكم قدر من الفهم حتى لو بسيط، فنحاول ان احنا نسرع الاداء شويه بحيث ان انا اتكلم معاكم في كذا نقطه. اولا، ما هي البارشال ديفرنشال ايكويشن؟ ما المقصود بيها رياضيا وعمليا؟ رياضيا اولا، ان انا زي ما موريكم اهو، ادي داله، والداله دي بتعتمد على اكتر من متغير زي ما انتم شايفين اكس واي. وبالتالي يمكن بقى الداله دي طالما بتعتمد على اكتر من متغير ان انا اعمل لها تفاضلات بالنسبه الى اكس او بالنسبه الى واي. يعني انا لما امسك المعادله دي افاضلها تفاضل جزئي بالنسبه الى اكس، فانتوا عارفين الاكس تكعيب تفاضلها هيبقى 3 اكس تربيع عادي، الواي تربيع دي ما فيهاش اكس تفاضلها زيرو، دي فيها اكس وواي. فزي ما اتفقنا من الترم الاولاني حتى الواي بينزل، الاثنين واي بتنزل، والاكس تفاضلها خلاص واحد. يعني اذا لما يكون في اكس وواي بفاضل الاكس وبسيب الواي خالص. لما الداله دي امسكها افاضلها تاني مره كمان بالنسبه لاكس، يبقى 3 اكس تربيع تفاضلها 6 اكس، ودي ما فيهاش اكس خالص تفاضلها هيكون زيرو. بنفس الطريقه اقدر امسك الداله دي افاضلها بالنسبه الى واي مره واتنين. وكان في كمان حاجات لو فاكرين اسمها تفاضلات مختلطه، اللي هي تفاضل بالنسبه لاكس وواي. يعني ايه ده؟ ان انا بفاضل بالنسبه لاكس اهو، التفاضل بالنسبه لاكس اهو، امسك ده بقى افاضله بالنسبه لواي. يعني هو هنا تفاضل بالنسبه لاكس، افاضله بقى بالنسبه لواي، يبقى هو المنظر ده. طبعا ده لما يتفاضل بالنسبه لواي، الاولانيه دي هتعتبر ثابت تفاضلها زيرو، والثانيه دي تفاضلها 2، هو اللي طلع هنا. يبقى يقصد بيو اكس واي ان انا بفاضل مره بالنسبه لاكس، واللي يطلع افاضله بالنسبه لواي، او العكس على فكره، ده العكس. يعني دايما هتلاقوا ان اليو اكس واي هو نفسه اليو واي اكس في الدوال اللي احنا بنتعامل معاها اللي هي المتصل. يعني لما فاضل بالنسبه لاكس ثم واي هو نفس التفاضل بالنسبه لواي. يعني انتوا لو حبيتوا تحسبوا دي مثلا يعني ادي التفاضل بالنسبه لواي اهو، مش ده التفاضل بالنسبه لواي؟ تعالوا بقى نمسكهم فاضلوا بالنسبه لاكس. لو فاضلته بالنسبه لاكس، دي تفاضلها هيكون زيرو، دي تفاضلها هيكون 2، نفس النتيجه اللي طلعت لي من هنا. فلما اقول لك يو اكس واي او يو واي اكس مش تفرق، لان الدوال المتصله بيكون فيها التفاضل المختلط متشابه. يبقى اولا، اما انا مشيت من هنا لهنا عملت عمليه تفاضل، ودي داله فيها اكتر من متغير، دي هي الفيرست ديريفيتيفز بتاعتها او السكند ديريفيتيفز وذ ريسبكت تو اكس او واي. طيب اي معادله بقى في الدنيا فيها مجموعه اليوهات اللي انا كتبتها دي متجمعه مع بعض يطلق عليها معادله تفاضليه جزئيه. بس هو ده تعريف المعادله التفاضليه الجزئيه. يعني انا لما اقول لك يو اكس اكس زائد يو واي بيساوي زيرو، دي اسمها معادله تفاضليه جزئيه. اقول لحضرتك يو واي واي زائد يو بيساوي ساين اكس، تمام، معادله تفاضليه جزئيه. اي معادله فيها اليو وتفاضلات اليو متجمعين مع بعض كده يطلق عليها معادله تفاضليه جزئيه، زي المعادلات التفاضليه العاديه اللي انتوا اخدتوها قبل كده. معادلات التفاضليه اللي كنتوا بتاخدوها زمان كنتوا تقولوا ايه، واي دبل داش زائد واي داش بيساوي 3 اكس، بس كان ساعتها الواي داله في متغير واحد بس اسمه اكس. انما دلوقتي اليو داله في متغيرين اللي هم اكس وواي، فما بقاش ينفع حكايه الداش دي. بقى التفاضل لازم يكون محدد، تفاضل بالنسبه لواي ولا بالنسبه لاكس، لازم تكون محدد. دي معادله تفاضليه عاديه، دي مستوى اعلى معادله تفاضليه جزئيه. احنا درسنا المعادلات التفاضليه العاديه قبل كده وحليناها بملايين الطرق، نقدر ندرس المعادله التفاضليه الجزئيه بنفس الاسلوب زي ما انا هوريكم. بس عايز اقول لكم ليه الناس اصلا لجأت للمعادلات التفاضليه الجزئيه، لان دايما مش كل حاجه في الدنيا بتعتمد على متغير واحد بس. في كثير من الاحيان انا احتاج ان الداله تكون بتعتمد على اكتر من متغير. يعني مثلا لو انا قلت لك زي المثال اللي انتوا اخدتوه اللي هو الرد اللي انا بعمل له هيتنج، هل درجه الحراره وهي بتنتشر في اي ماتيريال بتعتمد على البوزيشن اللي انا واقف عنده بس، ولا بتعتمد كمان على التايم اللي انا بسخن؟ يبقى معنى كده ان التمبريتشر دي لو انا سميتها يو يبقى بتعتمد على الاكس والتي اللي هي البوزيشن ودرجه الحراره، بتعتمد على اكثر من متغير مش متغير واحد بس زمان. وبالتالي كان هناك ضروره ان احنا ناخد المعادلات التفاضليه الجزئيه. هدفنا في المعادلات التفاضليه الجزئيه، انتوا اولا دلوقتي فهمتوا ان
المعادله التفاضليه جزئيه بتعني ان انا عندي يو وشويه تفاضلات عليها متجمعين مع بعض عملوا معادله سميناها معادله تفاضليه جزئيه او بارشال ديفرنشال ايكويشن. ما هدفي في المعادلات؟ ان انا احلها. واحلها يعني اجيب اليو بكام. يعني انت هيديك في المعادله اليوهات وتفاضلاتها وعليها تفاضلات ويقول لك سولف. سولف يبقى هدف حضرتك ان انت تجيب لي اليو بكام، هو ده هدفك، او اللي يقصد بكلمه سولف. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ ازاي اول فكره تيجي في دماغك ايه؟ ان دي عليها تفاضل، يبقى عشان ارجعها يو تاني اعمل تكامل. صح، انا متفق معاك، انا متفق معاك. يعني مثلا لما اقول لحضرتك يو اكس واي بيساوي اكس تربيع كوزاين واي مثلا، يعني ادي دي معادله تفاضليه جزئيه ولا لا؟ اه فيها يو واليو عليها تفاضلات، تمام. هات لي بقى اليو كان اصلها كام؟ تقول لي عادي دي اليو متفاضله بالنسبه لاكس وواي، يبقى عشان اشيل التفاضلات دي اعمل تكاملات. موافق؟ يبقى هكامل مره بالنسبه لواي ومره بالنسبه لاكس. اوكي، لما كامل بالنسبه الى واي مثلا يبقى الواي دي هتتشال يبقى يو اكس بس، وكامل هنا بالنسبه لواي، تمام. الاكس تربيع تنزل زي ما هي، والكوساين واي تكاملها ساين واي زائد ثابت. اوكي، هنا بقى في مشكله، والمشكله دي انا قلت لكم عليها الترم الاولاني على فكره لما اخذنا الكومبلكس نمبرز. لما حضرتك تكامل بالنسبه لواي الثابت ده ما بيطلعش ثابت، ما بيطلعش رقم زي زمان، بيطلع حاجه فيها واي، يعني ده قيمته بتطلع واي تربيع، واي تكعيب، كوساين واي، ساين واي، المهم ان هو حاجه فيها واي، لان انت لما كملت بالنسبه لواي بهذا الشكل، انا اسف انا بعتذر عن هذا، بيطلع داله في اكس. لما انت كملت بالنسبه الى واي كنت معتبر ان الاكس ثابت، كنت معتبر ساعتها ان الاكس مقدار ثابت، وبالتالي الثابت اللي بيظهر لحضرتك هنا ثابت في الحاجه اللي انت ما اشتغلتش عليها، لان انت لو جيت مسكت الداله دي فضلتها بالنسبه لواي عشان ترجعها فوق تاني، دي هتتفاضل عادي وتتفاضلها هيكون زيرو، فمش هيبقى موجود لان هي داله في اكس. فهنا بس الفرق الوحيد ان انت تشوف انا بكمل بالنسبه لمين والثابت يطلع داله في الحاجه التانيه. يعني انت المفروض تمسك دي دلوقتي بقى تكملها تاني، هتكملها تاني بالنسبه لاكس بقى. يعني انت المره الاولانيه كملت بالنسبه لواي عشان تشيل التفاضل ده، المره التانيه هتكمل بالنسبه لاكس عشان تشيل التفاضل ده. فلما تكمل بالنسبه لاكس هتقول لي الاكس تربيع تكاملها اكس اس 3 على 3، موافق، والساين تنزل. طيب دي الداله اللي فيها اكس دي هتتكامل ولا مش هتتكامل؟ اه هتتكامل. تكاملها كام؟ مش عارف والله. ما هي انا عارف ان هي داله في اكس، بس هي شكلها عامل ازاي؟ مش عارف. هي لو اكس تربيع كنت كملتها، لو كوساين اكس كنت كملتها، انما كل اللي اعرفه ان هي داله فيها اكس وانا بكامل بالنسبه لاكس يبقى هتتكامل. تكاملها بكام؟ ما اعرفش، اسيبها زي ما هي كده. المهم ان انا عارف ان هي هتتكامل، بس اوعوا تنسوا ان لازم يظهر ثابت تاني، لان انت كملت تاني. والمره دي كملت بالنسبه لاكس، يبقى الثابت اللي عندي هنا لازم يكون داله في واي، وده بيكون شكل الحل النهائي. ده اليو اللي انت عايزها. هل الشكل ده مألوف بالنسبه لك؟ لا طبعا. انت عمرك ما اتعودت ان الشكل بالمنظر ده. انما الشكل ده هو شبه قانون للحل عام. انت تقدر بقى دلوقتي تحط السي 1 والسي 2 باي قيم تيجي في دماغك يطلع لك الحل اللي انت متعود عليه. انت دلوقتي في مستوى تعليمي ارقى. يعني مثلا لو انا عايز اتاكد من الكلام ده واخليه في الصوره اللي انا بتعود عليها السنين اللي فاتت، اعمل ايه؟ انا كده خلصت وجبت الحل، انا كده انتهت المساله، انا جبت اليو كام. انما انا بقول لك هنا الجزء ده للفهم فقط لحضرتك بس عشان تفهم، ان انت ممكن تقول لي يبقى اليو بتساوي الترم الاولاني اكس تكعيب ساين واي على 3. اوكي، هنا بقول لك في داله فيها اكس، طب ما تحط اي داله فيها اكس بكيفك، بكيفك. يعني خلي السي واحد وفي اكس دي مثلا اكس تربيع مثلا، يعني جرب. يبقى تكاملها اكس اس 3 على 3، صح. طيب ودي بيقول لك اي داله فيها واي، يبقى انا احطها مثلا ايه؟ كوزاين واي، انا حر اي حاجه فيها واي. هل الداله دي اللي انا كاتبها لك هتبقى بتحقق المعادله دي ولا لا؟ جرب.
امسك الداله اللي انت كاتبها تحت دي، فاضلها مره بالنسبه لاكس ومره بالنسبه لواي، وشوف النتيجه هتطلع ده ولا لا. لو طلعت وهتطلع يبقى انت كلامك مظبوط. بس انت كده بقى عملت اعجاز، ان انت ما بقاش الحل اللي فوق ده حل وحيد، ده بقى قانون يعطي عدد لا نهائي من الحلول. كل ما احط السي واحد وفي اكس والسي اتنين وفي واي بقيمه، يطلع لي حل واتنين وتلاته واربعه ومليون حل. يبقى انا المعادله التفاضليه هي عباره عن شويه يوهات، وانا عشان احل المعادله لازم اعمل تكامل عشان ارجع المعادله لاصلها، او ارجع اليو واعرف كان اصلها بكام. ابتدى الناس تستضيفهم مشاكل اخرى، زي ان الطريقه اللي انا بحل بيها دي بتاعت التكامل ما ينفعش في المعادله يبقى في اكتر من يو. يعني انا لما اقول لك يو اكس اكس زائد يو واي بيساوي اكس تربيع مثلا، واقول لك حل لي المعادله دي، هتقول لي يا كامل. طيب كامل ازاي؟ هتكامل بالنسبه الى اكس. طيب المعادله دي هتكملها بالنسبه لاكس يبقى اسمها يو اكس. اوكي ماشي خلاص. طب دي بقى هتكملها بالنسبه لاكس ازاي؟ دي داله متفاضله بالنسبه لواي، وهي اصلا داله في المتغيرين اكس وواي. اوعوا تنسوا ابدا ان اليو اللي انا بتعامل معاها داله في متغيرين اللي هم اكس وواي، يعني هي بيحتوى جواها اكس وواي. زي ما انا وريتك في اول معادله خالص ان اليو بتبقى عباره عن تشكيله من الاكسات والوايات، ده لازم. يبقى انت كده مش هتعرف تكمل ليه، هتعمل ايه؟ يبقى حكايه ان انا اكامل عشان ارجع اليو لاصلها ده ما بينفعش، ما بينفعش لو المعادله فيها اكتر من يو. وهو للاسف هو ده اللي بيظهر في اغلب المسائل، ان انت ما بيبقاش زي المساله اللي فاتت دي فيها يو واحده كده وخلاص. لا، ده المعادلة بيبقى فيها أكتر من يو، وبالتالي حكاية التكامل فشلت. فشلت إن أنا أمسك المعادلة كاملها عشان أرجعها لأصلها، فشلت، مبقاش ينفع زي زمان. فكان البديل إيه بقى؟ البديل إن ابتدى الناس تبص على شكل المعادلة، والمعادلات السهلة أوي 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 واللي ليها خصائص معينة ابتدوا يحلوها بطرق بدائية جدا، زي طريقة اللي هي يحلوها زي المعادلات بتاعت السنة اللي فاتت اللي هي اللايك اوردينري، او ان هم يحلوا المعادلة بفرض خاص زي اللي انتوا اخدتوه اف اوف كي اكس زائد واي. عايزكم الصفحتين ثلاثة اللي فاتوا دول تبصوا عليها سريعا سريعا جدا، وما تحطهمش في دماغكم، هتفهموهم كويس قوي. انما دي طرق بدائية. ما هي الطريقة العامة اللي اقدر احل بيها المعادلات التفاضلية؟ الطريقة العلمية السليمة هي طريقة السيباريشن اوف فاريبلز، هي دي الطريقة الأساسية. حتى أنا هتلاقوني في مواضيع الأبحاث اللي أنا عملتها لكم قلت لكم الطريقة رقم واحد اللي أنا عايز أتكلم عليها هي طريقة السيباريشن اوف فاريبلز. حضرتك عايز تدي مقدمة بالطرق اللي فاتت دي في البحث بتاعك، الطرق البسيطة اللي هي التكامل والتعويضات الخاصة والمش عارف إيه والكلام ده، أهل وسهلا، دي مقدمة سريعة. إنما الأساس بتاعي هو طريقة السيباريشن اوف فاريبلز البسيطة جدا، ولكن تحتاج من حضرتك ان انت تركز لمرة واحدة بس تفهمها كويس، تلاقي العملية بقت تمام. اولا عشان ابتدي بمثال بسيط وسهل، انا بقول لك طريقة سيباريشن اوف فاريبلز. يعني انا هنا في للأسف الشديد في الورق كتبت لك ان، وهنعدلها مع بعض دلوقتي، ان انت في طريقة سيباريشن اوف فاريبلز بتفصل الدالة يو لدالتين، دالة بتحتوي على اكس بس ودالة بتحتوي على واي بس. انا كنت اتمنى، وانا هعمل معاكم كده دلوقتي وانتوا اعملوا كده، ان زي في المحاضرة انا عرفت ان انتوا كنتوا واخدين الدالة يو اوف اكس واي عبارة عن دالة اسمها اف ودالة اسمها جي، يعني كنتوا فصلتوها لدالتين، دالة اكس ودالة جي. فانا هنا مسميها اكس كابيتال وواي كابيتال. طبعا مش هتفرق في حاجة، وانت لما تيجي تفتح المراجع عشان تعمل الريسيرش بتاعك او اي بحث هتلاقيه كاتبها لك كده برضو، ده الكتابه العلميه بتاعتها، ان هي اكس كابيتال وواي كابيتال، هي دي الدالتين بتوعي اللي هم مكان الاف والجي يعني. فاحنا نشتغل بالاف والجي، او ناخد من المرجع اللي عندنا نفس المرجع نسمي الاكس والواي اف وجي زي ما احنا متعودين، مفيش مشاكل. وانا اشتغل معاكم دلوقتي اف وجي عادي، يعني دي مش قصه كبيره. طريقة السيباريشن بتعتمد ان انت بتفصل الدالة اللي عندي، وبتعتبر ان هي مكونة من دالتين مضروبين في بعض، دالة ما فيهاش اكس غير اكس بس، ودالة ما فيهاش غير واي بس. طبعا ده بيخليك
تخلص من حيلة ان الاكس والواي بيبقوا متلخبطين على بعض ومش عارف اشتغل عليهم، فبيجعلني افصل الاكسات لوحدها والوات لوحدها. انت جاست ان انت بتفرض الفرض بتاعك، ده هو ده اللي اسمه طريقة السيباريشن اوف فاريبلز. الخطوات اللي بتعملها ايه دي ثابتة في جميع المسائل زي ما انا هوريك دلوقتي، انما البداية ان انت بتفرض هذا الفرض بتاعك. كده انت ما بقتش محتاج تعرف قيمة اليو بكام، انت بقيت محتاج تعرف دالة الاف هتبقى بكام ودالة الجي هتبقى بكام. لو عرفتهم كل واحدة على حدة هنضربهم في بعض، يبقى انا عرفت اليو بكام، وهو انا هدفي من الاول خالص ان انا اجيب اليو بكام. انما بدل ما اشتغل عليها على حالها انا قسمتها لدالتين صغيرين وهشتغل على كل دالة لوحدها زي ما انا هوريكم دلوقتي. نبتدي بمعادلة بسيطة جدا اللي هي المعادلة دي من غير شروط بقى ولا اي حاجة. بقول لك اليو متفضلة مرة بالنسبة لإكس واليو متفضلة مرة بالنسبة لواي، والكلام ده كله بيساوي زيرو، وشوف الشغل ده. طبعا المعادلات التفاضلية ليها تقسيمة كبيرة، ليها تقسيمة كبيرة ممكن انت تكتبها في الانترودكشن بمناسبة يعني المعادلة اللي انا بشتغل عليها دي. حبيت ان انا اقول لكم دايما البحث بيبقى في دماغي، فعايز افتح لكم مواضيع عشان المقدمات. المعادلة لو عاملة كده مثلا 3 يو اكس اكس زائد 4 يو واي بيساوي صفر، لو الطرف اليمين بصفر بيطلق على المعادلة هوموجينيس. اما لو المعادلة يو واي واي زائد 3 يو واي زائد 4 يو بيساوي 6 ساين اكس، دي ما اسمهاش هوموجينيس، ما اسمها نان هوموجينيس. يعني لو الطرف اليمين مش بزيرو تصنف ان هي نان هوموجينيس. لو لقينا اليوهات كل يو في حالها كده يبقى اسمها لينير، لينير ديفرنشال ايكويشن. لقينا يو من اليوهات عليها تربيع يبقى دي اسمها نون لينير ديفرنشال ايكويشن. لو لقيته جنب اليوهات هنا ارقام ثابته دي اسمها ديفرنشال ايكويشن ويز كونستنت كوفيشنز، دي تقسيمه. انما لو لقيته اي يو من اليوهات جنبها اكس تربيع مثلا او واي تكعيب يبقى دي ويز فاريبل كوفيشنز. التقسيمه دي بتفيدني في ايه؟ كل معادله وكل نوع من انواع المعادلات ليه طريقه حل مختلفه عن الثانيه. والبارشال ديفرنشال ايكويشن من اعظم واكبر فروع الرياضيات. فرع اساسي في الرياضيات. وضخم جدا وبيتعمل فيه لغايه هذه اللحظه رسائل ماجستير ودكتوراه. لاختلاف الطرق بتاعته وظهور كثير من التطبيقات عليه. المعادلات اللي احنا هنشتغل عليها هي المعادلات السهله، ان انا الطرف اليمين دايما هيكون بزيرو، يعني دايما بنشتغل على المعادلات الهوموجينيوس، ودايما عايزكم انتوا كمان تشتغلوا بنفس التكنيك. هشتغل على المعادلات اللينير، يعني مش هلاقي تربيعات على اليو ابدا، لان ده موال اخر وقصه مش هتقدروا عليه. انما طول ما انا بشتغل على المعادلات اللينير العاديه السهله هتلاقي الامور مبسطه جدا. ادي المعادله قدام حضرتك، فانا عايز بغض النظر عن التفاصيل عايز كده نقعد نحلها مع بعض معلش عشان نشوف احنا بنعمل ايه. ادي المعادله اللي مكتوبه قدامك والحل انا كاتبه، فسريعا كده نقول ايه هي المعادله. بتقول يو اكس زائد يو واي بيساوي زيرو. المعادله دي ينفع تتحل طبعا بالطرق السهله اللي فاتت اللي هي في الورقتين ثلاثه اللي فاتوا اللي انا مش عايزهم، انما بطريقه السيباريشن العامه بقى بنعمل ايه؟ بنقول كده ليت ان اليو داله اليو اللي هي بتعتمد على الاكس والواي هفصلها لدالتين، داله فيها اكس بس وده اللي فيها واي، واروح واخد الكلام ده معوض بيه في المعادله. هو ده اللي انا بعمله في جميع المسائل. افرض وعوض في المعادله. طب اعوض في المعادله يبقى انا محتاج اليو اكس، يبقى انا عايز افاضل دي بالنسبه لاكس. طب دي ما تتفاضل بالنسبه لاكس تتفاضل ازاي؟ الجي تنزل والاف هتتفاضل، فيبقى الاف تفاضلها اف داش والجي داله الجي تنزل زي ما هي. نفس الكلام هنا اليو واي افاضل دي بالنسبه لواي ازاي؟ انزل داله الاف زي ما هي وداله الجي تفاضلها هيكون جي داش، كل ده بيساوي زيرو. ده بيسمح لي بقى المنظر اللي قدام حضراتكم ده بيسمح بايه؟ بيسمح ان انا اقدر اعمل سيباريشن ما بين الاكسات والوايات. يعني انا اقدر اقول لحضرتك كده اف داش اكس في جي اوف واي بيساوي سالب اف اكس في جي داش اوف واي، وبعدين اجيب الاف دي مع اختها واجيب الجي دي مع اختها اللي هنا، فيبقى اف داش على اف بيساوي سالب جي داش على جي. وكده انا اديت المرحله الاولى من الحل بنجاح.
ان انا قدرت ان انا افصل الاكسات عن الوايات. اي معادله تفاضليه عشان حضرتك تحلها بطريقه سيباريشن بتمر معاك بثلاث مراحل. المرحله الاولى ان انت تفصل الاكسات عن الوايات، هو ده اللي انا عملته دلوقتي. المرحله الثانيه ان انت تحل المعادلات اللي موجوده عندي، وعشان تحل المعادلات لازم نعرف ان طالما نسبه بتساوي نسبه فهما الاثنين بيساووا نتيجه ما، فالنتيجه ما دي انا هسميها كي. يعني ده بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ انا هفترض ان هو بيساوي رقم او قيمه اسمها كي. ده بيسمح لي بايه؟ اللي انا عملته ده بيسمح لي ان انا اقدر اخد الترم ده مع الكي فاعمله معادله، فيبقى اف داش على اف بيساوي كي. وبنفس الكلام الترم الثاني او الطرف الثاني هيبقى جي داش بالسالب على جي بيساوي كي. فانا كده قسمت المعادلات اللي عندي لمعادلتين، معادله ما فيهاش غير اكس بس ومعادله ما فيهاش غير واي بس، واحل كل واحده لوحدها. يعني المعادله اللي على الشمال دي معادله بسيطه جدا، دي لو كملت الطرفين تتحل. يعني لو كملت هنا وكملت هنا طبعا بالنسبه لاكس، دي تكامله بالنسبه لاكس البسط تفاضل المقام، فالنتيجه تطلع لان المقام والكي ده ثابت التكامل بتاعه كي اكس زائد ثابت التكامل، وممكن ثابت التكامل ده تسميه لين سي لو حبيت عشان يبقى شكلها حلو، يعني عشان في لين هنا ولين هنا وبتاع الحركات دي، عايز اسميه سي واحد سميه على طول. نفس الكلام هنا التكامل بالنسبه للواي بقى، فيبقى جي داش على جي تكاملها لان جي برضه، والسالب دوت دي مع الكي اللي هناك وكامل بالنسبه للواي، فطبعا الكي تكاملها هيبقى كي في واي زائد ثابت سميه لان سي 2 مثلا، صح؟ طيب ما هو كده بقى، يبقى انا كده جبت داله الاف ولا لا؟ ما هو لو اللين ده جه مع دي بقوا مطروحين، بقى كانه لين اف على سي. يعني لو حبيت تشيل اللين خالص يبقى الاف اكس هتساوي سي واحد اي اس كي في اكس، ما انت لما تحب تشيل اللين من هنا تحط اي الناحيه الثانيه على طول كده، والسي واحد تضرب فيها. وبنفس الطريقه هيبقى الجي بتساوي برضو سي 2 اي اس سالب كي واي. يبقى انت كده حصلت على داله الجي وداله الاف واديت المرحله الثانيه بنجاح. مش احنا قلنا ثلاث مراحل؟ ادي المرحله الثانيه ان انا جبت داله الاف وداله الجي، نضربهم في بعض يبقى عرفنا اليوب كام. خلاص كده. امال ايه بقى المرحله الثالثه اللي انا بقول لكم عليها؟ ما انا عرفت اليو خلاص اهو. المرحله الثالثه ان انت في ثوابت في المساله لو انا اديتك شروط لازم تجيبها، اللي هي الثوابت اللي بتظهر اثناء التكاملات، اللي هي السي 1 والسي 2 والكي والمش عارف ايه، اي ثابت انت تحطه لازم تعرف قيمته بكام، بس لازم انا اديك في المساله مجموعه من الشروط اللي تقدر عن طريقها تجيب هذه الثوابت. دي مساله بدائيه فانا ما اديتش شروط فسميت ثابت وحليت المساله وطلعت المساله بدلاله الشروط اللي عندي، فاصبح اليو بتساوي حاصل ضرب الدالتين. طبعا السي 1 والسي 2 بكام؟ حطهم بكيفك. الكي بكام؟ انا حر. طالما انا ما اديتكش شروط تربطك وتأيدك، انت كده جبت الحل النهائي وتقدر تقول لي في الاخر بقى عشان تقفل المساله اذا اليو بتساوي وتضرب الاف في جي. واضح الكلام؟ يعني السي 1 يتضرب في السي 2 ممكن تسميهم سي، ما هو ثابتين يتضربوا يبقى ثابت واحد، ما هو ثابت في ثابت هيطلع ايه يعني؟ والاثنين دول يتضربوا ببعض يبقى اي اس كي في اكس ناقص واي، لو جمعنا الاسس يبقى ده شكل الحل اليو. لو مش مصدقني، لو انت مش مصدقني ان ده الحل بتاع المساله، خده عوض بيه في راس السؤال وشوفه هيحقق المعادله ولا لا. لو حققها يبقى انا كلامي تمام ويبقى انتوا كده فهمتوا طريقه السيباريشن. عشان انتقل بقى لمستوى اعلى ومعادلات اصعب في طريقه السيباريشن محتاج ان انا افهمكم شويه حاجات بسيطه كده. يعني دي كده على انهي معادله؟ ده كده تمام، ده نفس الحل اللي احنا حليناه. لا دي بقى معادلات اصعب شويه، انا عايز ارتقي معاكم كده بالحل واحده واحده عشان تفهموا المعادلات التفاضليه كويس. انا عايز اقول لكم معلومتين بقى جانبيتين، معلش هنكمل مسائل على السيباريشن بس عايز اقول لكم معلومتين على جنب. لما انت كنت زمان بتحل المعادله التفاضليه دي من الترم الاولاني حتى كنا بنحل زيها، كنت بتعمل ايه؟
كنت بتلجأ لحاجة اسمها المعادلة المساعدة، ان انت تشيل كل تفاضل وتحط ام، صح؟ انا بفكركم بذكريات اهو، وتحل المعادلة دي فتبقى ام زائد 2 وام زائد 3، فيبقى الحل الاولاني بسالب 2 والحل التاني بسالب 3، ويبقى الحل النهائي بتاع المعادلة سي 1 اي اس سالب 2 اكس وسي 2 اي اس سالب 3 اكس لو انتم متذكرين. ده كان الشكل بتاع الحل، ده كان القانون بيتحفظ في الاخر لشكل الحل. وكان في عندي حالة تانية، ان في حالة ان الحلين اللي يطلعوا لي هنا يبقوا متشابهين. يعني مثلا لو انا قلت لك واي دبل داش زائد 4 واي داش او ناقص 4 واي داش زائد 4 واي بيساوي 0، فلما تيجي تحل تقول لي ام تربيع ناقص 4 ام زائد 4 بيساوي 0، فلما تيجي تحللها تلاقيها ام ناقص 2 في ام ناقص 2، فتلاقي الحلين طلعوا زي بعض 2 و2، ده بيسموه حل مكرر. كنا بنعمل ايه ساعتها اللي فاكر؟ كنا بنقول الحل برضو سي 1 اي اس 2 اكس وسي 2 اي اس 2 اكس، بس احد الدالتين دول اضربها في اكس، ده لما يكون الحل مكرر مرتين. انا بفكركم بذكريات قديمه بس. وكان في حاله ثالثه، ان الرقمين اللي يطلعوا لي هنا ما يطلعوش ارقام عاديه، يطلعوا ارقام كومبلكس، ارقام مركبه. يعني مثلا لما انا اقول لحضرتك واي دبل داش زائد 4 واي داش بيساوي 0 مثلا، فلما تيجي تحلها تلاقي ام تربيع زائد 4 بيساوي 0، يبقى الام تربيع ب 4 سالب، يبقى الام بيساوي موجب او سالب جذر الكلام ده، يعني 2 اي لو انتوا فاكرين. يبقى الحل الاولاني طلع 2 اي والحل الثاني طلع سالب 2 اي. هنا بقى هل نشتغل عادي ولا مش عادي؟ نشتغل عادي، بس طبعا بتطلع الحل بدلالة حاجة تانية. كان القانون ساعتها بيقول ان انت لازم تطلع الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، سميهم اي حاجة. يعني شوف لي الجزء الريال في الاعداد المركبة دي كام، والجزء التخيلي في الاعداد المركبة دي كام، ده اللي هو الاي والبي، وتروح معوض في القانون ده على طول. اي اس اي اكس بتحل بقى بالكوزاين والساين، سي 1 كوزاين بي اكس وسي 2 ساين بي اكس. فطبعا في المسألة بتاعتنا دي لو احنا جينا نطبق الكلام ده، انت عندك حلين كل واحد شبه، هيبقى شبه التاني اكيد، بس واحد بالموجب واحد بالسالب، ده لازم، دي قاعدة. يعني انت مالكش دعوة بالحل التاني ده، مش هتفرق، خليك في الحل ده. الحل ده الجزء الحقيقي بتاعه بكام والتخيلي بكام؟ الحل الجزء الحقيقي بصير بزيرو، مفيش جزء حقيقي، وجزء التخيلي باتنين، يبقى اكن الاي بزيرو واكن البي باتنين، تروح واخد القيمتين دول معوض بيهم في القانون اللي انت هتحفظه اللي تحت ده، يبقى هو ده شكل الحل بتاعك. دول كانوا الثلاث حالات بالنسبه للمعادلات العاديه. هل الكلام ده ينفع نطبقه في المعادلات التفاضليه؟ هنحتاجه دلوقتي زي ما انا هوريكم، هنحتاجه ثلاث حالات السريعين. هرجع برضو لطريقه سيبريشن دلوقتي، انا بفكركم بس انا بقول لكم معلومات جانبيه عشان هتفيد. المعلومات الجانبيه دي تفيد بقى اثناء الحل نفسه عشان ما تسالوليش اسئله قديمه في الموضوع. لما نيجي نطبق الكلام ده بقى اللي انا لسه قايله دلوقتي، في معلومه تانية هقولها لكم بس كمان شويه. في مساله هي الاول بس، مساله بقى اكبر شويه، ادي معادله تفاضليه قدام حضراتكم، بس هنا بقى ليو عليها تفاضلات، التفاضلات التانية مش تفاضل احادي، ده هنا تفاضلين على الاكس وتفاضلين على الواي وي وكمان، واضح ان المساله شكلها بقى مكعبر شويه. فانا هشتغل بنفس التكنيك اللي احنا شغالين بيه، وابتدي ان انا الحل مكتوب قدامكم، هنزله لكم في البي دي اف، بس انا عايز اشتغل بالاف والجي واشتغل معاكم واحده واحده هنا. فهنبتدي كالعاده ان انا هفترض ان اليو بتساوي اف اوف اكس في جي اوف واي، وابتدي امسك المعادله دي اعوض بيها في المعادله الرئيسيه اللي فوق. طبعا هنا في تفاضلين على الاكس، يبقى لازم دي تتفاضل مرتين بالنسبه لاكس، يبقى الاف تفاضلها هيبقى اف دبل داش، والجي هتنزل زي ما هي، ما هي الاف بس اللي فيها اكس هي اللي هتتفاضل، يبقى تفاضلها اسمه اف دبل داش. نفس الكلام لما اجي اعوض هنا، دي فيها تفاضلين على الواي، يبقى ارجع هنا تاني، عايز افاضل الجزء ده مرتين بالنسبه للواي، يبقى داله الاف هتنزل وداله الجي تفاضلها مرتين هيبقى بهذا الشكل. اخيرا داله اليو هتنزل زي ما هي اف في جي. ادي منظر الداله. المطلوب ان انا افصل الاكسات عن الوايات زي ما قلت لكم المساله ثلاث تتلات،
افصلوا لي بقى الاكسات عن الوايات. لما يكون المساله مكعبره بهذا الشكل وانت مش شايف تفصل ازاي، انا عندي الحل السحري اللي بيطبق في 90% من المسائل، ان انت تروح قاسم المعادله بالكامل على الاف في الجي وتفاجئ باللي هيحصل. لو قسمت المعادله بالكامل على الاف في جي، تعالوا جربوا معايا هنا، الاف دبل داش هتبقى مقسومه على اف والجي هتروح. لما تقسموا على اف جي هنا ولما تقسموا على الاف في جي هنا نفس الكلام، الاف هتروح والجي دبل داش هتتقسم على الجي. واخيرا الاف في جي هنا لما تقسموها على الاف في جي يبقى بواحد، كل ده بيساوي زيرو. اخدتوا بالكم اللي حصل؟ اتفصلت. لان انت ببساطه دلوقتي تقدر تقول لي اف دبل داش على اف بيساوي جي دبل داش على جي زائد واحد. طبعا الواحد ده بقى الاسئله بقى اللي ما اتمناش ان انا اسمعها، الواحد ده اخده مع الاف ولا اخده مع جي ولا مش، لا ده خده مع اللي انت عايزه حبيبي، يعني مش هتفرق بقى، يعني ده رقم لا هو اكس محسوب على الاكسات ولا هو محسوب على الوايات، فحطه مطرح ما تحطه. المهم الكلام ده كده اصبح ما فيهوش غير اكس بس، والجزء ده ما فيهوش غير واي بس، اروح مساوي الكلام ده كله بثابت ما، ويبقى كده كملت او خلصت التلت الاولاني للحل بنجاح كده، مفيش مشاكل. انا بقى عشان المستقبل وعشان لما المساله تكون فيها شروط، انا اتمنى من حضراتكم ان احنا نتفق اتفاق دلوقتي. هذا الثابت اللي اسمه كي اللي انا كاتبه هو ملوش غير ثلاث احتمالات، يا اما يكون صفر يا يكون رقم موجب يا رقم سالب. انا لو انتوا بحثتوا هتعرفوا، ولو مش هاممكم ان انتوا تبحثوا في الجزء ده خلاص انا ببلغكم ان في حاله ان الثابت ده يكون بصفر او برقم موجب لن تصل الى حل. اشمعنى وصلت في المساله اللي فاتت؟ لان المساله اللي فاتت كان فيها تفاضلات احاديه، انما المساله اللي انا شغال عليها دي سكند اوردر، لو انتوا واخدين بالكم سكند اوردر يعني فيها تفاضلين على الاكس وتفاضلين على الواي. المعادلات اللي فيها اكتر من تفاضل دي ما ينفعش الثابت ده تسميه ثابت كده. ليه؟ لان اذا كانت قيمته بزيرو او اذا كانت قيمته موجبه لن يعطي حل للمساله. وبالتالي هذا الثابت ما قداميش غير ان انا اضمن ان هو قيمه سالبه. اضمن ان هو قيمه سالبه، ازاي؟ ان انا اسميه سالب لامدا تربيع. اشمعنى؟ عشان اللامدا تربيع دي أنا واثق إن هي موجبة. رقم هيتربع وجنبه سالب، يبقى أنا كده ضمنت إن المقدار كله سالب. ما كانش ينفع أسميها سالب لامدا، لأن اللامدا نفسها ممكن تبقى بالسالب أثناء الحل فيتضرب في السالب اللي ورا فيعمل لي مشكلة برضه. عشان أضمن إن الرقم كله بالسالب أنا بسميه دايماً سالب لامدا تربيع، وفي المراجع هتلاقوه عاملين نفس الكلام. ده في حالة إن أنا شغال على المعادلة من الدرجة التانية نسمي بهذا، مش هيفرق معاك أنت حاجة، حتى في الاختصارات هيبقى أسهل. طب وبعدين اروح بقى ابتدي بقى طريقتي ان انا ابتدي في المرحله الثانيه من الحل. المرحله الثانيه ان انا اخد داله الاف دي، الاف دبل داش على الاف مع اللامدا، ادي معادله، واروح واخد الجي دبل داش على جي زائد واحد مع اللامدا، ادي دي معادله كده. المعادلتين جاهزين ومحضرين قدامي. طيب ابتدي ان انا احل كل معادله بقى منفصل. هل ينفع المعادله دي احلها بالتكامل المباشر؟ لا، كان زمان اف داش على اف في المعادله السهله اللي فاتت، انما هنا اف دبل داش، يبقى دي ما ينفعش احلها غير بالطرق اللي هي لسه قايل لكم عليها. يعني دي اخليها اف دبل داش زائد لامدا تربيع في اف بيساوي زيرو. طبعا انتوا اخدتوا بالكم انا عملت ايه، ان انا ضربت الاف هنا ورحت رايبهم من الناحيه الثانيه. دي اكنها واي دبل داش، واي دبل داش زائد 9 5، ما هو لامدا تربيع ده رقم، واي بيساوي زيرو. فلما تيجي تحلها تقول لي يبقى ام تربيع زائد لامدا تربيع بيساوي زيرو، ما هو الام ده رقم، يعني يبقى الام تربيع بيساوي موجب او سالب جذر. جذر ايه بقى؟ جذر سالب لامدا تربيع، لان هي هتروح الناحيه الثانيه بالسالب. يبقى معنى كده ان الام بتساوي موجب او سالب لامدا اي.
يبقى دي الحاله بتاعت الكومبلكس اللي انا قلت لكم عليها. تعالوا نكمل حل معادله الاكس وبعدين ارجع تاني لمعادله الواي. معادله الاكس كده يبقى انا طلعت الحل بتاعي ان الام بتساوي موجب او سالب لامدا اي زي ما شفنا. يبقى معنى كده الجزء الحقيقي بكام والتخيلي بكام؟ الحقيقي بزيرو والتخيلي بلامدا. قلنا مالناش دعوه بالسالب مش هيفرق يعني. يبقى عوض في القانون بتاع الكوساين والساين اللي انا قلت لكم عليه من شويه، وساعتها يبقى اليو بتساوي سوري الاف بتساوي اي اس اي صفر، خلاص هيبقى بواحد. يعني هيتفضل لحضرتك سي واحد كوساين لامدا اكس لو انتوا عوضتوا في القانون سي اتنين ساين لامدا اكس، هو ده شكل الحل بتاعي. انا عوضت في القانون اللي انا لسه قايل لكم عليه من شويه اللي هو بتاع الكوساين والساين اللي احنا لسه كاتبينه من شويه اهو، ان احنا لما يكون عندي جزء حقيقي وجزء تخيلي بعوض في هذا القانون اللي اخدناه من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت وكملنا على الترم الاول السنه دي. فهنا انا عوضت بس على ان الاي والبي، فطلع شكل الحل بهذا الشكل اللي انتم شايفينه، ويبقى دي داله الاف نجحت ان انا اجيبها. بنفس الطريقه اشتغل على داله الجي، ارجع لها تاني. داله الجي انا هنقلها لكم هنا، انا بس اهي داله الجي كانت بتقول جي دبل داش على جي زائد واحد بيساوي سالب لامدا تربيع، ده كان شكلها. فيبقى بنفس الطريقه اعملها بقى انت على مهلك، جي دبل داش على جي بيساوي سالب لامدا تربيع ناقص واحد. يعني جي دبل داش لو هنا اخدته الناقص مشترك او خليتوها زي ما هي مش هتفرق، يعني هيبقى ناقص لامدا تربيع زائد واحد في جي بيساوي زيرو. انا اخدت الناقص مشترك وضربت جي هنا ونقلتها الناحيه الثانيه، انت اعملها على مليون خطوه انت حر، فتتحل برضو بنفس الاسلوب ام تربيع ناقص لامدا تربيع زائد واحد بيساوي زيرو. يبقى الام تربيع بيساوي لامدا تربيع زائد واحد، يبقى الام بيساوي موجب او سالب جذر لامدا تربيع زائد واحد. احنا هنا في حاجه هي كان متهيألي كان المفروض تطلع بكوزين وساين زي اللي قبلها، متهيألي كده يعني. ايه اللي احنا في حاجه غلطنا فيها كده؟ إيه هنا إيه احنا اخدنا الناقص مشترك من هنا، فلما نودي الناحيه الثانيه بقى زائد، فده هيبقى زائد، فده نفس الكلام هيبقى سالب. هنا ام تربيع بتساوي سالب بقى لامدا تربيع زائد واحد، فيبقى الحل هنا اهو تمام كده. يبقى الام بتساوي موجب او سالب جذر لامدا تربيع زائد واحد في اي، وتحلها زي اللي قبلها بالظبط. يبقى انت كده نجحت ان انت تحصل على دالة الاف، ونجحت ان انت تحصل على دالة الجي زي ما انا هوريك هنا، بس انا شغلهم اكس وواي، فانا نجحت ان انا احصل على معادلة الاكس ومعادلة الواي. جاست ان انت حصلت على معادلة الاكس ومعادلة الواي، تقدر اهو زي ما انتم شايفين ادي الاكس موجودة فوق اهي، وادي معادلة الواي تحت اهي، وبالتالي نضرب معادلة الاكس في معادلة الواي بالشكل ده، يبقى انا حصلت على دالة اليو. الى هنا الكلام سهل بسيط. نبتدي بقى ننتقل للمستوى الاعلى من المسائل، وده يتطلب مني ان انا لازم اقول لكم برضو ايه حاجه جانبيه كده نتمنى ان احنا نفهمها مع بعض. انا لما اقول لحضرتك اليو داله في اكس وواي، دي مفهوم بالنسبه لك. طيب لو انا قلت لك اليو داله في اكس وتي، هتفرق معاك في حاجه؟ اكيد لا، لان انا بس عايز الاكس دي تعبر عن البوزيشن والتي تعبر عن التايم، عشان الابلكيشنز اللي احنا بناخدها بدل الواي اللي ملوش لازمه، لان في الاخر الاكس والواي بيعبروا عن بوزيشن هما الاثنين. فالناس دايما بتلمهم مع بعض في الترم الاولاني اللي هو الاكس اللي هو ممكن يكون فيكتور لاكثر من مسقط، والتي هي اللي بتعبر عن التايم. انا لما اجي استخدم طريقه سيباريشن بقى طبقا لهذا الكلام، فانا دايما هفرض ان اليو اوف اكس وتي بتساوي f اوف x في g اوف t، ده كده كلام هينطبق في جميع المسائل اللي احنا هنقولها كابلكيشنز. انا بقى لما اجي اقول لك u اوف 0 و t بيساوي 0، دي مجموعه بقى من الفوازير نقعد نسال مع بعض فيها. لما انا اقول لك حاجه بالمنظر ده تفتكروا انا قصدي ايه؟ انا التي سبتها زي ما هي، ومين اللي عوضت مكانه؟ الاكس. فبقول لك عندما تكون الاكس بزيرو، اليو على بعض كلها هتطلع بزيرو ايا كانت قيمه التي بكام. مش هو ده تفسير اللي انا كاتبه؟ مش هو ده تفسيره؟ ان انت لو حطيت الاكس بزيرو، اليو كلها هتطلع بزيرو. طيب ده
يأثر على ايه في دالة الاف ودالة الجي. انا بقول لك ان ده هو بالظبط، اكنك بتكتب لي كده. انا بقول لك كده ليه؟ لان انت هنا انت جيت جنب التي، لا انت عوضت مكان مين؟ الاكس بس. يبقى هنا هتأثر على دالة الاكس ولا دالة الجي؟ لا دالة الاكس، يبقى هي اللي هتعوض مكانها عن الاكس بزيرو وتطلع النتيجة بزيرو. لو انت مش مصدقني تعمل ايه؟ هو احنا مش بنقول يو اوف زيرو وتي؟ شو ده؟ طيب يو اوف زيرو وتي ده يعني عوضنا مكان الاكس بزيرو، صح؟ طب ما تعوض هنا في المعادلة دي مكان الاكس بزيرو، هيبقى شكلها اف اوف زيرو في جي اوف تي، صح؟ تمام. هو بيقول لي في المسألة كل الكلام ده هيطلع بزيرو، يبقى ده بيساوي زيرو، كويس. ده يقودك إلى حاجة من الاتنين، يا الإف أوف زيرو بتساوي زيرو، يا الجي أوف تي بتساوي زيرو. أنا بقول لك دي تنفع دي ما تنفعش. ليه؟ لو أنت قلت لي جي أوف تي بتساوي زيرو، لا ينفع الإف إكس ولا الجي أوف تي يطلعوا بصفار، لأن أي واحدة فيهم هتطلع بصفار يبقى كأنك بتقول لي الحل صفر، وده ما ينفعش، بيسموه تريفيال سوليوشن. حل الصفر انا مش بدور عليه. يبقى لا ينفع داله الاكس ولا داله الجي يطلع بصفار، يبقى ده حل مرفوض بالنسبه لي. امال دي ايه بقى؟ دي حاجه ثانيه. انا مش بقول لك هنا الاف اوف اكس بيساوي زيرو، ده انا بقول لك قيمه الداله عند الزيرو بتساوي زيرو. مش دي هي نفسها فوق؟ مش دي هي دي بالظبط؟ يبقى انا بقول لك بدل ما تقعد تعمل القصه دي كلها على طول كده، اول ما انا اجي اقول لك في المساله اليو اوف زيرو وتي بيساوي زيرو تترجمها لي انت على طول على دالة الاف على طول كده. لما اقول لك يو اوفر 4 وتي بيساوي زيرو، انا عوضت مكان الاكس بكام؟ ب 4، تروح انت مترجمها كده اف اوفر 4 بيساوي زيرو على طول كده من غير نقاش. اي حاجه تحصل على الاكس تروح انت راقلها على طول على الداله بتاعت الاكس من غير نقاش كتير. الكلام ده انا بقوله لك ليه؟ هتعرف قيمته دلوقتي لما نبتدي على طول في السيبريشن بقى دي اللي احنا كنا بنشرح فيها. هل ينفع اطبقها في اي معادله؟ اه، ومن ضمن المعادلات اللي ينفع اطبق عليها هي معادله يطلق عليها من اهم بقى المعادلات اللي هي تطبيقيه بالنسبه لنا، المعادله بتاعت الويف والمعادله بتاعت الهيت اللي انتوا سمعتوا عنها. معادله الويف كان فكره الاساسيه بتاعتها ان انا بيبقى عندي سترينج، ابتديت حضرتك ان انت تثبته من هنا ومن هنا من الطرفين بتوعه، وابتديت ان انت تشده، فابتدى السترينج يتحرك فوق وتحت وعمال يعمل ويف ايكويشن وهكذا. انا لو قلت لك هو ده محور اكس بتاعي مثلا يعني، وقلت لك السترينج ده طوله ال، هو طوله هيبقى 5 3 4 2 في المسائل، انا بقول لك طوله ال، يبقى انت كده عرفت ان الاكس هنا هتبقى بزيرو، وعرفت هنا ان الاكس هتبقى بال. انا بترجم معاكم كل حاجه واحده واحده بغض النظر انا هوصل لايه وعايز ايه. طيب السترنج ده وهو بيتحرك هقول لك ان المسافه اللي بيتحركها دي الديسبيسمنت بتاعته هسميها يو، يبقى اليو دي ثابته ولا متغيره؟ متغيره طبعا، ما السترنج طالع نازل عمال تزيد وتقل. ايه اقصى ديسبيسمنت؟ هتقول لي في نصه او هتقول لي في اوله. طب اقصى ديسبيسمنت بعد كام ثانيه؟ مش هتبقى عارف، وهكذا. هو ده اللي انا عايز اوصله. طب الديسبيسمنت دي والسترنج طالع ونازل في كام فاكتور بيأثروا معايا؟ بغض النظر طبعا عن الوسط المحيط والسترنج مصنوع من ماتيريال ايه وقوه الشد بتاعتي كانت قد ايه والقصص الفارغه دي اللي هي الفيزيائيه. انا بكلمك عموما رياضيا، وهو بيتحرك في كام فاكتور بيأثروا عليه حاجتين. هل النقطة دي زي النقطة دي زي النقطة دي زي النقطة دي الارتفاع بتاعها زي بعضه؟ لا طبعا. يبقى اليو بتتأثر بالإكس ولا لا؟ بالبوزيشن اللي أنا بتكلم عنه؟ اه طبعا. طيب أثناء مرور الزمن هل السترنج هيتحرك في اللحظة الزمنية الأولى زي الثانية زي الثالثة؟ لا طبعا. وبالتالي التايم عامل مؤثر معايا ولا لا؟ أيوه. يبقى والسترنج ده بيتحرك لو اليو دي بتعبر عن الديسبيسمنت او الارتفاع بتاعه، يبقى في اتنين فاكتور بيأثروا معايا، المسافه الاكس والتايم. يبقى احنا كده عرفنا ان اليو لازم تكون ديبيندز على الاكس والتي زي ما احنا اتفقنا.
قعدوا يقيسوها معمليا بقى كده، معمليا اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان هناك دايما علاقه طرديه ما بين التفاضل الثاني على التي والتفاضل الثاني على الاكس. يعني اليو دايما لما انفضلها مرتين بالنسبه لاكس تتناسب تناسب طردي مع التفاضل مرتين بالنسبه الى تي، وده ادى الى ان قالوا ان اليو تي تي بتساوي ثابت ما مضروب فيه يو اكس اكس، واطلق على هذه المعادله معادله الويف ايكويشن لانها بتصف الحركه الموجيه، حيث ان السي ده هو بقى ثابت حطوا لموا فيه كل الخصائص الفيزيائيه اللي كنت بكلمكم عليها اللي هي مقاومه الوسط والميديوم والماتيريال المصنوع منها السترينج وقوه الجذب كانت قد ايه وكل حاجه تمت لهذا الموضوع بالصله، حطوها في الثابت اللي اسمه سي، وعشان الشغل يبقى سهل اثناء الحل الثابت ده راح مسمينه سي سكوير. طبعا سي سكوير او سي مش هتفرق كتير، انما هي عشان لما يظهر لك جذر ولا بتاع يعني ما يضايقكش الثابت. هذه المعادله اللي انا حطيتها لكم يطلق عليها الويف ايكويشن. طبعا انتوا واضح قدام حضراتكم من الموديل اللي انا شغال عليه ده ان الاكس بتنحصر ما بين 0 و L اللي هو طول السترنج بتاعي من اوله لاخره، وواضح قدامكم كمان ان اليو اوف 0 و T بتساوي 0 وان اليو اوف L و T بيساوي 0. الجدع بقى اللي فكر الكلام ده جه منين؟ مش انتوا اتفقنا مع بعض ان احنا السترنج اللي فوق ده مثبتينه من اوله وفي اخره، يبقى اليو هنا بكام واليو هنا بكام؟ بزيرو، مفيش يو، مفيش مسافه هيطلعها، يبقى انا عارف ان اليو هنا هتكون بزيرو وعارف ان هنا كمان اليو هتكون بزيرو. ده من الشروط اللي انا حاططها. لو انا مش مثبت السترنج هنا وخليته يتحرك مثلا على ايمين كده ولا حاجه دي قصه ثانيه وفي مودلز كده، انما انا مثبت السترنج من اوله ومن اخره يبقى انا متاكد ان هنا وهنا اليو قيمتها هتكون بزيرو طبقا لهذا الكلام. اليو انا عارف ان هي بزيرو، بس انا عارف ان هنا الاكس بزيرو، عارف ان هنا الاكس بال اللي هو اول واخر السترنج. فلما جيت ترجمتها قلت والله في اول السترنج لما احط الاكس بزيرو اليو هتطلع بزيرو، ولما احط الاكس بال اليو برضو هتطلع بزيرو. هل ده هيتاثر بالزمن؟ لا طبعا، لان اثناء التجربه تعدي لحظه 2 3 4 مش هيفرق، لان انا مثبت اول واخر السترنج وهتفضل قيمته بتساوي زيرو، يبقى التي غير مؤثر، انما المؤثر معايا هو ان انا بتكلم في بدايه السترنج ونهايه السترنج، يعني الاكس هي اللي هتاثر معايا. وطالما الاكس هي اللي هتاثر معايا يعني انا بتكلم على الطرفين بتوع السترنج اللي انا شغال عليه، على الحدين بتوع السترنج، فبلغكم ان المعادلات دي بيطلق عليها دايما الباوندري كونديشنز او الشروط الحديه، لانها بتجيب لك الحدود بتوع السترنج اللي انا شغال عليه او الحدود بتاعت اي حاجه يعني حسب الموديل اللي انا شغال عليه. ايه كمان؟ لو انا قلت لك في بدايه الزمن مثلا، يعني منطقي جدا ان انا لما اقول لك يو اوف اكس وزيرو بيساوي اف اكس، هل تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا؟ طبعا. ده معناه ان عند اللحظه الزمنيه زيرو هي اليو عموما بتعتمد على الاكس والتي، لما انا احط التي بزيرو يعني عند اللحظه الزمنيه زيرو اكيد اليو ساعتها كانت ديبينس على الاكس بس، ده شيء منطقي وحاله عامه كمان، وده بيطلق عليه الانيشال ديسبيسمنت يعني الازاحه الابتدائيه، لان هنا طالما التي بزيرو يبقى لحظه زمنيه زيرو يبقى انيشال على طول. وكمان اقدر اقول لك ان اليو تي تي، انا هقول لك انا ليه بعمل الكلام ده دلوقتي، اقول لك ان اليو تي اوف اكس وزيرو بيساوي جي اوف اكس، اقصد بيها ايه؟ اقصد بيها ان عند تفاضل اليو بالنسبه الى تي وبعدين احط التي بزيرو اكيد برضو النتيجه هتطلع اكسات، لان انا حطيت التي بزيرو فاكيد النتيجه مش هيكون فيها غير اكسات، اكسات انا ما اعرفهاش بس انا سميتها جي اوف اكس، لانها اكيد مش هتطلع نفس الاكسات اللي فوق، هتطلع داله مختلفه. دي حاله عامه. طبعا الاف اوف اكس والجي اوف اكس دول في المسائل بيبقوا اكس تربيع واكس تكعيب، صفر وكوزاين اكس، يعني بيبقوا قيم بتعتمد على الاكس حسب الموديل اللي انا شغال عليه. انا في معادله الويف انا بقول لك دي معادلة عامة، أنت هتحلها بطريقة السيبريشن دلوقتي عادي زي ما احنا اتعلمنا، بس ببلغك إيه؟ أنت عندك هنا كام تفاضل؟ 2 على التي، وكم تفاضل على الإكس؟ 2. يبقى أنت وأنت شغال بطريقة السيبريشن هيحصل لك أربع ثوابت.
فعشان تجيب الاربع ثوابت محتاج ان انا اديك اربع شروط في المسألة. لو في ثلاث تفاضلات كنت هديك ثلاث شروط وهكذا. فعشان كده بقول لك انا بحاول اخترع اربع شروط هديهم لك في المسألة مسبقين وجاهزين عشان نقدر نحل بيهم المسألة. لما نيجي نشتغل شغل نظري بنحط الشروط بهذا الشكل اللي انا قلت لك عليه. الشروط دي لن تستخدم في حل المسألة خالص غير في الآخر خالص بعد ما بخلص المسألة بجيب بيها الثوابت. إنما المسألة الأساسية اللي أنا شغال عليها أهي. أحلها إزاي؟ أوريك بقى دلوقتي ونبتدي نشتغل مع بعض حل المعادلة الوف بالطريقة بتاعتنا. هتلاقوها زي المسألة اللي فاتت بالظبط، مش هيزيد عليها غير الترم الأخراني. أنا بس عايز أعمل تعديل عن اللي موجود في الورق ده عشان الكلام يبقى سهل شويه بالنسبه لكم. انا حليت المعادلات دي في الورق بالسي والاف اكس والجي اكس زي ما هم، انما انا عايز وانا بحل مساله معاكم دلوقتي احط السي برقم والاف برقم بداله والجي بداله عشان يبقى الحل سهل بالنسبه لكم شويه، يعني يبقى الكلام مستساغ. فهمتوا؟ هتيجي بقى تبص على الكلام اللي بالرموز ده اللي انا حلله لك ورا هتلاقي الكلام هو هو بالظبط وسهل. احنا هنعمل ايه؟ انت المعادله اللي انت شغال عليها بتاعت الويف يو تي تي بتساوي بدل سي سكوير خليها 9 يو اكس اكس، وخلينا السترنج اللي احنا شغالين عليه طوله 3 او 2 يبقى الاكس من 0 ل 2 مثلا يعني، وان في بدايه نهايه السترنج انا كنت مثبته يبقى يو اوف 0 تي بيساوي 0 ويو اوف 2 وتي بيساوي 0 برضه. دي شروط الاكس، شروط الاكس اللي اسمها الباوندري كونديشنز. الشروط الانيشال بقى ان يو اوف اكس و0 بيساوي اكس تربيع، وان اليو تي اوف اكس و0 بيساوي 0 يلا اكس تكعيب اي حاجه. اظن كده الكلام واضح. طيب خليها 0 عشان تبقى يعني الموديل ده يبقى سهل وتعرفوا تشوفوا تاني التعميم بتاعه. هنا بقى انا لما اجي اقول اليو هفترض ان هي بتساوي اف في جي لا جديد، بس هنا الجي ده لفتي بقى، هاخد الكلام ده اعوض بيه في المعادله الرئيسيه بتاعتي لا جديد. عايز تفاضلين بالنسبه للتي يبقى الاف هتنزل والجي هتتفاضل مرتين بيساوي 9. هنا تفاضلين على الاكس اهلا وسهلا، افاضل الاكس مرتين تبقى اف دبل داش والجي تنزل خلاص. ما المطلوب؟ افصل الاكسات عن الوايات. فلما نيجي نقسم المعادله كلها على اف في جي زي ما انا اتفقت معاكم، فهتلاقوا اف دبل داش على اف بيساوي جي دبل داش اوف تي على 9 في الجي مثلا. التسعة دي اخدتها ليه مع الجي ما اخدتهاش مع الاف؟ انا حر. عايز تاخدها مع الاف انت حر، جرى العرف على ذلك بصراحه في ان داله الاكس بتبقى سيباريت لوحدها ثم ننتقل الى داله الجي نحط معاها اي مشاكل فنيه موجوده معانا. هساوي الكلام ده كله بثابت؟ اسميه ايه؟ سالب لامدا تربيع زي ما اتفقنا. اتقسمت معايا المعادله انا هنا يعني بس ايه مش عايز احيركم، احنا هنا شغالين نفس الكلام بس برموز، انما انا هنا مشغله لكم بارقام فانتوا معاكم الاثنين دلوقتي. هنفصلها معادلتين، معادله اكس ومعادله جي تمام، يبقى ادي معادله الاف اف دبل داش على اف بيساوي سالب لامدا تربيع وادي معادله، والثانيه هتبقى جي دبل داش على 9 جي اوف تي بيساوي سالب لامدا تربيع. ادي المعادلتين اللي انا مطلوب مني احلهم، وانا كده زي ما قلت لكم خلصت المرحله الاولى بنجاح. المرحله الثانيه ان انا اخش على المعادلتين دول احلهم بالطرق القديمه. موضوع سهل وبسيط وشبه نمطي يعني ما فيهوش كثير من الافكار. تعالوا ناخد المعادله الاولى، معادله الاف اللي كانت بتقول اف دبل داش على اف بيساوي سالب لامدا تربيع، واقول لكم يبقى ده معناه اف دبل داش زائد لامدا تربيع في الاف بيساوي زيرو. معلش عملتها على طول، يبقى الام تربيع زائد لامدا تربيع بيساوي زيرو. نفس الكلام بتاع المساله اللي فاتت انا بعيده، يبقى الام تربيع بيساوي سالب لامدا تربيع، يبقى الام بموجب او سالب جذر الكلام ده اللي يطلع لامدا اي. نشوف الجزء الحقيقي بكام والتخيلي بكام. الحقيقي بزيرو والتخيلي بلامدا. انا بعيد الكلام تاني عسى ان التكرار يثبت المعلومه عندكم. فيبقى معنى كده دي الحاله الثالثه ان الاف هتساوي سي 1 كوزاين لامدا اكس زائد سي 2 ساين لامدا اكس، ومتشكرين
وحصلت كده على معادلة الاف. تشكرين اهو. بنفس الاسلوب اروح راجع لمعادلة الجي اللي بتقول جي داش على 9 جي اوف تي بيساوي سالب لمدة تربيع. يبقى ده معناه ان جي دبل داش زائد 9 لمدة تربيع في الجي بيساوي 0. يبقى ام تربيع زائد 9 لمدة تربيع بيساوي 0. يبقى الام بتساوي موجب او سالب 3 لمدة اي. اظن الكلام واضح. فيبقى الجزء الحقيقي بزيرو والجزء التخيلي بتلاتة لمدة. يبقى ساعتها الجي نفس الكلام، نفس الحل اللي فوق ده بالظبط، بس طبعا ما تسميليش بقى سي واحد وسي اتنين تاني، سميهم بقى سي تلاتة وسي اربعة. يبقى سي تلاتة سي تلاتة كوزاين تلاتة لمدة اكس زائد سي اربعة ساين سي لمدة اكس. ومتشكرين، انا حصلت على معادلة الاف وحصلت على معادلة الجي. طبعا انا بسجل لكم المحاضرة وانا صايم، فيعني اذا كان الكفاءة مش كاملة فاعذروني لان الصيام مؤثر جدا عليا. احنا كده حصلنا على معادلة الاف ومعادلة الجي، كده احنا نهينا المسألة زي المسائل اللي فاتت، انما هنا بقى مضطر ان انا اتنقل للمرحلة الثالثة والاخيرة اللي بتاخد مني وقت شوية. المرحلة الثالثة ان انا ازاي كل الثوابت اللي موجودة دي اجيبها عن طريق الشروط اللي انا اديتها لك في الاول، وده ما كانش موجود في كل المسائل اللي فاتت. وبالتالي احنا هنمسك شرط شرط نشتغل عليه. طبعا انتوا واضح قدامكم ان الشرطين اللي فوق دول يخصوا الاكس. الشرط الاولاني ده احط الاكس بزيرو، والشرط التاني ده احط الاكس باتنين. يبقى دول يخصوا الاكس، ودول اللي قلنا ممكن نترجمهم على طول على دالة الاكس. يعني الشرط ده ممكن يترجم اف اوف زيرو بيساوي زيرو، يتنقل على دالة الاف على طول زي ما اتفقنا. والشرط ده ممكن يترجم اف اوف اتنين بيساوي زيرو. اهو الشرطين دول اخدهم وهعوض بيهم في معادله الاكس على طول. الشرط الثالث والرابع دول يخصوا التي، لان انا عوضت عن التي بزيرو فيهم، سبت الاكس وعوضت مكان التي، سيبوهم في الاخر. انما دول ناخدهم على السريع ونعوض بيهم في معادله الاكس ونشتغل عليهم عشان اجيب الثوابت. طبعا انا في خلال الشغل بتاعي ظهر لي ثوابت في معادله داله الاكس، وظهر لي ثوابت في داله التي، وانا هشتغل على كل واحده اجيب الثوابت اللي فيها كلها. طبعا الثوابت اللي عندي اللي هي سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 واللمده كمان اللي انا حطيته، عايز اجيب كله. طيب اذا حاولنا بقى واحده واحده كده. معادله الاكس كانت بتقول اف اوف اكس بيساوي سي 1 كوزاين لمده اكس زائد سي 2 ساين لمدة اكس. والشرطين اللي انا هشتغل بيهم اللي احنا هنقلهم من المعادله الرئيسيه اللي انا لسه مغيرها دلوقتي، احنا رحنا فين؟ انا بحاول ان انا اجيب معاكم الامور من اولها. هي نفس الصفحه اللي احنا فيها. ادي الشرطين، الاف اوف 0 بيساوي 0 والاف اوف 2 بيساوي 0، نقلتهم من هنا. يعني انا كده تحت المعادله دي هكتب الاف اوف 0 بيساوي 0 والاف اوف 2 بيساوي 0، ونبتدي نعوض بالمعادلتين دول عشان نجيب الثوابت اللي موجوده عندي. هنا ده معناه ان انا هعوض عن الاكس ب 0 والنتيجه تطلع 0، فلما اعوض يبقى سي 1 كوزاين 0 زائد سي 2 ساين 0، كل ده بيساوي 0 برضه، داله الاف ب 0. طبعا ساين 0 ب 0 وكوزاين 0 ب 1، فيبقى انتوا كده طلعتوا ان الثابت الاولاني بزيرو، الحمد لله. اقعد بقى في المعادله الثانيه، دي معناها ان انت هتحط الاكس باتنين والنتيجه تطلع زيرو. يبقى سي 1 كوزاين 2 لامدا زائد سي 2 ساين 2 لامدا بيساوي زيرو برضه. الثابت الاولاني احنا لسه مطلعينه من شويه بزيرو خلاص. يبقى انا قدامي دي معناها حاجه من الاثنين. ما ينفعش ان انت تطلع حاجه كده مع نفسك، اي حاجه تظهر لك تمشي معاها رياضيا. دي معناها يا الثابت الثاني هو كمان بزيرو يا الساين بزيرو. طب هل ينفع الثابت الثاني كمان يبقى بزيرو؟ لا طبعا. ليه؟ لان الثابت الاولاني طلع بزيرو والثابت الثاني يطلع بزيرو، يبقى هنا اعوض عن الثابتين بصفار، يبقى داله الاف هتطلع بزيرو. وانا قلت لك لا داله الاف ينفع تطلع بزيرو ولا داله الجي ينفع تطلع بزيرو، والا ساعتها اليو اللي انا بدور عليها هتطلع بزيرو، وده ما ينفعش. طيب ساين طلعت بزيرو، كويس؟ الحمد لله. طب ايه بقى؟ ايه بقى الاثنين لامدا دي بكام؟ قيمتها بكام؟ فانا لازم افتكر
ان انا كنت قايل لكم من زمان والترم الاولاني ان ساين ان باي بيساوي زيرو، كل الزوايا اللي فيها باي الساين بتاعها بزيرو، كان ده القانون اللي احنا بنشتغل عليه. فلما تقارن حضرتك القانونين دول ببعض تستنتج ان الزاويه 2 لامدا بتساوي ان باي، مش رقم واحد بس للساين بتاعه بزيرو، ده الباي والاثنين باي والثلاثه باي والاربعه باي واي حاجه فيها باي، اي رقم مضروب في الباي الساين بتاعه زيرو. ليه ده رقم عام؟ يبقى انت كده طلعت قيمه اللامدا بتساوي ان باي على 2 متشكرين. طب والان ده بكام؟ اي رقم 1 2 3 4. الباي معروفه والاثنين معروفه، يبقى احنا كده طلعنا قيمه اللامدا. يبقى انا بالشروط اللي انا عوضت بيها دي نجحت ان انا اعرف ان الثابت الاولاني بزيرو وان اللامدا بان باي على 2. يبقى معنى كده داله الاف بقى شكلها عامل ازاي؟ سي 1 بزيرو مع السلامه، اهو خلاص كل الترم ده مع السلامه. السي 2 جبناه؟ لا ما عرفناش، نسيبه زي ما هو. ساين اللامدا عرفناها؟ اه طلعت بان باي على 2 في اكس، ادي ادي داله الاكس، ده شكل دالة الاكس، ده شكل جديد لدالة الاكس. طيب المفروض ان انا اخدت شروط الاكس عوضت بيها عشان اجيب الاكسات على السريع. المفروض بقى دلوقتي اعمل ايه؟ المفروض ان انا ارجع للشروط بتاعت التيهات دي اعوض بيها، بس انا مش هعوض بيها غير في الاخر خالص. شروط الاكس باخدها واعوض بيها في معادلة الاكس واخلص، انما الشروط دي اصبر عليها شوية، سيبها للاخر اللي هي بتاعت الدي. ليه حواليك عالم؟ انت دلوقتي نجحت ان انت توصل لداله الاف؟ اه الحمد لله، ادي داله الاف قدامي اهي بعد ما عوضت بالشروط، بقى شكلها سي 2 ساين ان باي على 2 في اكس. وداله الجي احنا كنا جبناها من شويه، هنقلها لكم دلوقتي يا رب الاقيها حواليا عشان انا بقيت تايه. داله الجي هطلعها لكم حالا. أنا على ما أذكر إن هي كانت بتساوي 3 لامدا، يعني تعالوا كده نفتكرها أهي، دالة الجي أهي كانت سي 3 كوزاين 3 لامدا إكس، صح؟ سي 3 كوزاين 3 لامدا تي بقى، وسي إحنا كاتبينها غلط ساين 3 لامدا تي، دي دالة الجي. الكلام اللي إحنا كنا كاتبينه ده مش مظبوط، مش في إكس، دي لازم تطلع دالة في تي، لأن هنا الجي دالة في تي، احنا بس اتلخبطنا هنا، دي دالة في تي. يبقى كده أهو 3 لامدا تي و3 لامدا تي، أدي شكل معادلة الإف وشكل معادلة الجي. أنا مش هدفي إن أنا أجيب لا الإف ولا الجي، أنا هدفي إن أنا أجيب معادلة اليو اللي هي بتساوي حاصل ضرب الاتنين. فلو ضربتوا الاتنين ببساطة جدا هيبقى سي 2 ساين إن باي على 2 في إكس، أدي الإف في دالة الجي اللي هي سي 3 كوزاين 3. المفروض بقى ان انت اللمضه ما تسيبهاش كده وتعوض بنفس القيمه بتاعتها اللي انت جبتها اللي هي كانت ان باي على 2، وهنا هيبقى سي 4 نفس الكلام ساين 3 ان باي على 2 في دي. ادي الشكل. هنا بقى ليا كلام كتير معاكم. اول الكلام ان انت لازم تحط هنا سيجما من ان بيساوي زيرو ما لا نهايه ليه، لان انت هنا ظهر في الحل بتاعك ان الحل بيعتمد على الرقم انت حطيته اسمه ان، والرقم ده بيحتمل كثير من القيم 1 2 3 4، فانت مش عارف الرقم ده يتحط بكام، فيبقى عشان شغلك يبقى مظبوط تجمع جميع القيم بتاعت الان. يعني تقولي عندما يكون الان بواحد ده يطلع حل، عندما يكون الان باثنين حل اخر، عندما يكون الان بثلاثه حل ثالث، عشان اجيب الحل العام لازم اجمع جميع الحلول، يبقى لازم احط سيجما. اكني بقول لك عوض عن الان في كل القيم وجمع. هو ده اللي خلى السيجما ظهرت دلوقتي. وكمان ممكن سريعا اقول لك يبقى اليو بتساوي ادي سميشن من ان بيساوي زيرو ما لا نهايه، ممكن الثابت ده يتضرب جوه القوس ده، لان الثابت ده لو اتضرب في الثابت الاولاني يطلع ثابت جديد، ما هو ثابتين يتضربوا في بعض يطلعوا ثابت، وهنا نفس الكلام لو اتضرب في الثابت الثاني. يبقى انا الشكل الجديد للحل ممكن اخليه ايه؟ كوزاين 3 ان باي على 2 تي زائد بي في ساين 3 ان باي على 2 في تي، كل ده مضروب في ساين ان باي على 2 في اكس. هنا انا خلصت المساله وهو ده حل المساله. حل المساله مش ناقصه غير ان انا اجيب الثوابت اللي انا حطيتها اللي اسمها اي وبي، والثوابت دي انا سايبها للاخر وتقلان عليها قوي، لان انا لسه في جيبي شرطين ما اشتغلتش عليهم وما عوضتش بيهم، نقدر عن طريقهم نطلع الحل
اللي هم الشرطين اللي احنا كنا حاطينهم في بدايه المساله. الشرطين اللي فاضلين ان اليو اوف اكس وزيرو بيساوي اكس تربيع، وان اليو تي اوف اكس وزيرو بيساوي زيرو. الشرطين دول هنستخدمهم بقى دلوقتي هيطلعوا لي الحل، انا هكتبهم لكم هنا. الشرط الاولاني بيقول يو اوف اكس وزيرو بيساوي اكس تربيع، عايز استخدمه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هعوض عن التي بزيرو، وساعتها النتيجه تطلع اكس تربيع. فلما حضرتك تيجي هنا تحط لي التي بزيرو ببساطه كده، هيبقى كوزاين زيرو واحد، يعني هيتفضل لحضرتك سيجما، او نعملها من الاول. اهو ادي اليو هتبقى بتساوي اكس تربيع، بتساوي سميشن من ان بيساوي زيرو ما لا نهايه، وعوض عن التي بزيرو. كوزاين زيرو بواحد يبقى ايه؟ وهنا ساين زيرو بزيرو، خلاص يبقى راحت. هنا مضروبه بره في ساين ان باي على 2 في اكس، هي ده الشكل النهائي اللي هتجيب منه الاي. الاي بتساوي تكامل الاكس تربيع في الساين، بتساوي تكامل اللي على يمينها واللي على شمالها. ده جه منين؟ اقعد بقى افكرك بفورير وقصص وافلام ومش هتفتكر معايا، فانا هقول لك كان في واحد محترم انت درسته في سنه من السنين اسمه فورير. فورير ده كان بيقول ان اذا كانت الداله مكتوبه في هذا الشكل، فالداله اللي مزنوقه في النص دي بتبقى عباره عن تكامل حاصل ضرب الداله اللي على يمينها واللي على شمالها. وحدود التكامل بتكون زي حدود تكامل المساله. يعني انت في بدايه المساله قلت لك الاكس ما بين 0 و2، يبقى التكامل ده حدوده هيكون ما بين 0 و2. بس فورير اشترط حاجه، ان قال عشان تحسب عن طريق القانون ده لازم بره التكامل تضرب في 2 على ال. من هي ال 2 على ال دي بقى؟ ال ال دي اللي هي طول الفتره اللي انا شغال عليها، اللي هي ال 2 يعني. مش احنا قلنا السترنج ده طوله 2؟ لان الاكس من 0 ل 2 هي دي ال ال، اللي هي نفس حدود التكامل يعني. يعني التكامل يبقى حدوده من 0 ل 2 يبقى تقسم 2 على 2. حدود التكامل من 0 ل 3 يبقى 2 على 3. حدود التكامل من 0 ل 7 يبقى 2 على 7. هو ده الشرط بتاعه. يبقى اي رقم موجود في النص عايز تحسب صيغته بكام، تروح عامل تكامل وتضرب الداله اللي على يمينه ولا على شماله. التكامل حدوده زي حدود المساله بس تزود بره 2 على ال. هتحسبوا لي التكامل ده بكام زي ما انا حاسبه لكم في الورق، ده تكامل بالتجزيء عادي خالص، واحده بتتفاضل وواحده بتتكامل ويطلع قيمه الاي بكام، يبقى انا كده حسبت قيمه الاي. بنفس الطريقه هحسب قيمه البي من الشرط اللي متفضل. مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان انا ايه اللي اخذ مني وقت بقى في المساله دي؟ اللي اخذ مني وقت ان انا بعد ما خلصت المساله وطلعت شكل الحل اليو، قعدت اتعب قوي عشان اجيب الثوابت اللي ظهرت خلال المساله. يبقى انتوا عندكم نوعين من المسائل، مسائل اعتياديه بتتحل على طول، ومسائل بيديك فيها شروط تقدر ان انت تستخدمها عشان تجيب الثوابت اللي موجوده في المساله. انا لما كنت بجيب هذا المثال بتاع الويف ايكويشن في السنين السابقه كنت بجيبه كمثال نظري، زي اللي انا قلته لكم مره متهيألي في المحاضره مش عارف انه جروب، ان انا اقول لك a string with length 5 units fixed at both ends and stretched، اقول لك find the displacement after 3 seconds in the middle of the string. كل الكلام ده احنا نقدر نكيفه ونعمل بيه تطبيق كده شكله كويس. كل دي معادله الويف. انا بقى اتمنى ان بنفس التكنيك، انا فتحت لكم الدنيا كده وفهمتكم الاسلوب كله، اتمنى ان بنفس التكنيك تقدر حضرتك، انا بديكوا برضو مثال هنا تطبيقي ممكن تشتغلوا بيه. بنفس التكنيك انا عايز تفكروا في معادلة الهيت. معادلة الهيت نفس الكلام بالظبط، لا جديد، وبطريقة السيباريشن، انما الفرق ان انا بدل ما بيبقى عندي سترينج بيبقى عندي رود. الرود ده محطوط على محور اكس وحضرتك بتسخنه، تسخنه من النص، الفليم موجود في النص. الرد ده طوله قد ايه؟ طوله ال، والحراره ابتدت تنتشر في الرد. الحراره انا هسميها يو. طب اليو بتعتمد على الاكس والتي برضو ولا لا؟ طبعا، لان اكيد درجه الحراره في نص الرد غير في اخره غير في طرفه وهكذا. طيب هل بيعتمد على التي؟ اكيد التسخين بعد اللحظه الزمنيه الاولى غير الثانيه غير الثالثه. طيب انا عايز درجه الحراره في البدايه والنهايه زي المساله اللي فاتت تبقى مفيش، تبقى بزيرو.
يبقى انا هقول لك هحط ايس هنا وهنا، بحيث ان درجة الحرارة هنا وهنا تفضل ثابتة عند الزيرو. في موديلز تانية يقول لك درجة الحرارة تبقى ثابتة عند التلاتة، ده نموذج تاني ممكن تعمله في الريسيرش بتاعك وهكذا، وموجود وسهل يعني نفس التكنيك. يبقى هنا الاكس بزيرو وهنا الاكس بال، هنا درجة الحرارة هتفضل زيرو وهنا درجة الحرارة هتفضل ال. لما جم يقيسوا المرة دي لقوا التفاضل بتاع التي بيساوي التفاضلين على الاكس. المرة اللي فاتت كان التفاضلين على التي بيساوي التفاضلين على الاكس، هنا التفاضل الأحادي في انتشار درجة الحرارة، وبالتالي المعادلة المستحدثة هتبقى يو تي بيساوي سي سكوير في يو اكس اكس. دي المعادلة اللي احنا هنشتغل عليها اللي يطلق عليها الهيت ايكويشن. الاكس ما بين زيرو ال، تمام. الشروط اللي انا هديها لك، هقول لك في بداية الرد كانت درجة الحرارة زيرو، وفي نهاية الرد درجة الحرارة كانت زيرو، وهحط شرط كمان ان عند البداية كانت الدالة بتعتمد على الاكس بس. انا هنا مش محتاج غير تلات شروط بس، لان هنا في تلات تفاضلات، فالشرط الرابع مش محتاجه في حاجة، وهكذا تقدر تحلها بنفس التكنيك. انا بقى المجال انتوا كده ان شاء الله ان شاء الله بعون الله هتفهموا الكلام اللي في الورق والكلام اللي انتوا اخدتوه في المحاضرات، وهتبقى الدنيا تمام. انا بس عايز افتح لكم موضوع بحثي جميل جدا. احنا كده اتكلمنا عن طريقة سيبريشن، وانا كاتبها كأحد الموضوعات البحثية، وكاتب لكم الويف والهيت كأحد الموضوعات البحثية لو حبيتوا تشتغلوا عليها وتدوا عليها نماذج اكبر، او تجيبوا حل المعادلة من الاول شكله عامل ازاي. انما انا بقترح عليكم موضوع بحثي غاية في الظرف والسهولة، ويبقى من الحاجات القوية جدا للي هيعمله. ان انت المعادلة اللي احنا شغالين عليها مثلا بتاعت الويف اسمها بتقول يو تي بيساوي سي سكوير في يو اكس اكس مثلا، يعني دي شكلها. لو انا زودت هنا اكس تربيع ماذا يحدث؟ بحل ازاي؟ في الحاله دي بيسموا المعادله نان هوموجينيوس، والنان هوموجينيوس ليها طريقه حل موجوده في الكتاب، وهنزل لك بيها بي دي اف مع الورق ده، بس بي دي اف لوحده حاجه برانه يعني، بس هنزلها لك اوريك ازاي ممكن تفكر فيها او انت تدور. لو انا زودت هنا ترم هل الداله تتغير؟ طبعا. هتبقى صعبه؟ لا. طب اقول لك حاجه ثانيه، مش احنا كنا بنقول يو اوف زيرو تي بيساوي زيرو، ويو اوف ال وتي بيساوي زيرو اللي هم الطرفين بتوع السترنج مثلا او الطرفين بتوع الرد كان درجه الحراره بزيرو؟ اه. طب افرض هنا كان درجه 2 وهنا خليتها 3 ما خليتهمش صفار، هل ده ياثر معايا؟ ايوه ياثر جامد. وحاجات ما نفهمهاش؟ لا، ممكن تفهمها وتعمل بيها ريسيرش قوي جدا جدا جدا. يطلق عليه النون هوموجينيوس ويف ايكويشن. انا هنزل لك بي دي اف صغيره كده مع الورق بتاع المحاضره، هتلاقي فيها حلل لك سامبل من المعادلات اللي بالشكل ده بتتحل ازاي. لو عجبك الموضوع اشتغل فيه ويبقى موضوع كويس جدا. انا كده وفيت وعدي، اسف لو كنت النهارده الكفاءه بتاعتي مش كامله زي ما قلت لكم، الصيام عامل معايا عمليه جامده قوي. وانا معاكم اي وقت، عايزين اي لايف او اي حاجه احنا هنفضل على اتصال لغايه ما نخلص ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.